هذا الموسم لي وين راح يستمر؟ كم يوم بعد له؟ ياخذ له بعد ال... احنا بدعتنا من الستة شهر السادس ايه ينتهي عندنا كل سنة بال 12 بال 12 أي. يعني راح يستمر عندكم أي. بس اقل من البداية اي اقل الذروة يا أقل. شهر البيكتين كل شو هاي بالسابع السابع والثامن بالحرارة العالية اي الحرارة العالية جيد من يا مناطق يجون يسوقون التين فقط من هذه المنطقة؟ جميع محافظات العراق تجينا له يجون يشترون أي اكثر يجون محافظة يجون يشترون منه اكثر محافظة عندنا ناصرية بصرة بغداد أي. بس اكثر شيء بغداد عندنا بغداد صح وصل خارج العراق؟ نعم صحيح وين وصل؟ للكويت وصل منو يجي ياخذ للكويت؟ برادات برادات تي توصل لهنا البرادات وياخذون جد كميات فرضا العام الكويت ايش قد اخذت؟ يعني انا اقول لك يجي لهنا يجون ثلاث برادات ثلاث برادات يجن يعني ايش تضحك ليش؟ مو هالله حقنا يا عفو عفو ثلاث برادات فيحملون عندنا هنا 1000 صندوق يعني كم الصندوق 20 كيلو؟ الصندوق يطلع عندنا 25 كيلو 20 كيلو يعني كم طن شباب يحسبون اذا ايش قد؟ 1000 صندوق حتى يوصل قابل للزياده يعني هم عدد تقريبا أطنان. انا اقول لك كم طن يطلع بال 20 طن 20 طن نعم لان كل طن 1000 كيلو اي تقريبا اي بالضبط يعني رقم جيد 25000 طن رقم مهين